إذن هذا جزء ثاني خاص مع أخونا موسى شتو الطفرة تاع المقنين الله يبارك. والآن نور لكم الأناقة، الأناقة خوتي الله يبارك بيان سير. شوفوا ما شاء الله الله يبارك، شوفوا حاجة تحفة الله يبارك صراحة، يعني كوكو ماشي نورمال يا أخي الله يبارك. السيرار يعني حاجة مفقودة، مفقودة بزاف في البابا في الكابوني بيان سير. هذايا عندنا هذايا حاجة شابة بزاف. هذا استعمال في من؟ الله اعلم، الله اعلم كما قال لكم. والهضره اي آه الله، والهضره يهضر نورمال، يهضر عنده 4 سنين والله. الله يبارك يهضر كل شيء ما شاء الله كما قال لكم. ما درنالوش لاديان يعني ما يكذبش عليكم. كذلك عندنا هاو الكابوني يعني كيفاش يجي الاصلي يعني هكذايا، ولكن هدايا سبيسيال هكذايا. عندنا كذلك هدايا سوف مربي ثاني عاقل كيف كيف مربين كامل. هذا كيف كيف هذا ماليهم، هذا تاع ماليهم معليش نوريه لكم فقط. اه الله اللي فاكونس كما قال لكم. هذايا راهو في الصخار. عندنا هذا راهو يضارب مع الحطبه شوفوا الله يبارك. وعندنا كذلك حاجه قوه الله يبارك شوفوا ما شاء الله. مع اخوكم موسى تحسوا روحكم راكم في الامازون يا خويا، باسكو يجيب يعني خونا موسى نقدروا نقولوا اختصاصي كذلك في الببغاوات، يجيب طفرات نادره وشباب بزاف الله يبارك. هكذا يا حاجه خفيفه برك مع خونا موسى. الرقم راهو في الفيديو اللي شفتوه كان خاص بالمقنين. اي حاجه خصتكم في الببغاء ماشي كامل مشكل، تصلوا مع خونا موسى يعني يعطي لكم كامل لي ديطاي. خونا موسى عاودي الرقم تاعك الله يرضى عليك. 0662 60 60 59. هكذا يا حبيتو في الببغاء ماشي كامل مشكل، اي نوع في الببغاء حبيتوه تصلوا مع موسى يجيب لكم ماشي كامل مشكل. سيرتو هذايا دائما نقصح لكم مع هذايا الله يبارك. هذا اللي يديه راح يلقى روحه وحده في لافريكا ماشي في الجزائر، وحده في لافريكا. وبالك انسان اللي عنده واحد كيما هذايا باسكو في التعليقات دي فوا ناس يقول لك كاين كدايا، اللي شاف واحد ولا عنده واحد كيما هذا يبعث لي الصوره تاعو. هذا ما كان نقول لكم تهلاو في رواحكم. قناه ناصر تي في دائما تحييكم. سلام.